للمزيد حول مستجدات المشهد اليمني ينضم الينا عبر الهاتف الاعلامي والمحلل السياسي الاستاذ صالح الجبري. اهلا بكم استاذ صالح الى هذه الجوله الاخباريه. هناك حديث عن تصاعد الخلاف بين ميليشيا الحوثي وصالح، برايك ما سبب هذه الخلافات؟ وهل هي بدايه للصراع فيما بين قوات صالح والحوثي؟ شكرا جزيلا لك وللمشاهد الكرام. هذا هو كان المتوقع بعد 3 سنوات من التحالف بين المخلوع صالح والحوثيين المدعومين من قبل إيران، وكنا نتوقع أن يأتي اليوم يحدث فيه الطلاق بين الطرفين، لأن المخلوع صالح هو الذي فتح العاصمة صنعاء، فتح معسكراتها وألوية الحرس الجمهوري والخاص وقدمها للحوثيين انتقاما كما يزعم من ممن ثاروا عليه في ثورة 2011، ثورة 11 فبراير. نعم. وللأسف الشديد أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم، وبدأ الطلاق بينهما بالتحشيد داخل وعلى أبواب مداخل العاصمة صنعاء، وسيدفع الثمن هذا واضحا أبناء الشعب اليمني بعد أن لم يقدموا للشعب رواتب لأكثر من 10 أشهر، وناهيك على القتلى بالآلاف في جبهات القتال ضد الشرعية، وبالتالي يبدو أنهم سيأكلوا بعضهم بعضا وسيكون المضطر الأكبر. نعم، كيف ستنعكس هذه على اليمن؟ يعني أنت تقول بأنهم سيأكلوا بعضهم بعضا، أيضا هناك تمزيق لصور صالح وتعيين أحد القادة للاستخبارات دون علم صالح من قبل ميليشيا الحوثي، تصاعد التوتر في صنعاء كيف سينعكس على اليمن؟ وهذا ما يؤكد ما ذكرته، والآن في 3 الأيام المتبقية حتى يوم الخميس ستسمع مفاجآت وحشود ستدخل إلى العاصمة صنعاء التابعة لحزب المؤتمر جناح صالح. طبعا ليس كل المؤتمر حزب تاريخي قديم وفي من الأحرار والشرفاء، لا، هو انضموا إلى الشرعية وفي جبهات قتال الشرعية. أنا أتكلم عن جناح صالح المؤتمر الشرعي الذي أوصل اليمن إلى الهاوية وجرمه وخبثه ومكره، وهو يظن أنه سيضحك على الميليشيات الحوثي، والحوثي هو يعني يعتقد أن هناك تفويض إلهي له، وبالتالي الحشود الآن تدخل. وهناك بالأمس حدث قتل اعتداء بعض الحوثيين على مرفقات المخلوع صالح، ما أدى إلى تدخل بعض جنود الحرس الجمهوري وقتلوا 3 كما تشير الأخبار، وبالتالي هذا سينعكس على قد تنطلق حرب تصفية حسابات داخل العاصمة صنعاء، وهذا ما لا نريده، لأن الوطن وصل إلى حالة من الانهيار سياسيا اقتصاديا عسكريا، سواء من يعني حكم الميليشيات الفاشل على مدى 3 سنوات أو تدخل وتحالف صالح المجرم في حق الشعب اليمني، وبالتالي المتضرر هو الشعب اليمني. وأتوقع خلال 3 الأيام القادمة أن تحدث مفاجآت كبيرة وقد يعني تشتعل الحرب بينهما. نعم أستاذ، هناك قول لنائب الرئيس اليمني، تصريح وصف إيران بأنها مكمن الخطر ومصدر التهديد لمستقبل اليمن، إلى أي مدى إيران هي طرف مؤثر في المشهد اليمني؟ معلوم أن إيران ما دخلت بلد عربي إلا أوصلته إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الفوضى وإلى انفلات الأمن وإلى الفقر والجوع والمرض، وهذا للأسف الشديد ما حدث في سوريا. انظر سوريا لأن أكثر من 1,000,000 شهيد بسبب تدخل إيران مع النظام المجرم بشار. انظر ما حدث في العراق الآن، تم تطهير السنة من العراق تماما ولم يبقى لهم إلى بعض الأماكن المعينة، وهجر الشعب العراقي وأصبح العراق بحكم أنها تبع لإيران. عندما دخل الحوثيون العاصمة صنعاء أطلق المسؤولين الإيرانيون بأن العاصمة الرابعة العربية سقطت بيد الإمبراطورية الفارسية، وبالتالي إيران بدل أن ترسل المعونات الغذائية للشعب اليمني كما تزعم أرسلت لهم السلاح عبر الموانئ البحر اليمني، وهذا معلوم وتكلمت به الحكومة اليمنية والرئيس هادي بأن إيران ضالعة وواضحة والآن تدعم بكل صراحة ميليشيات الحوثي. لكن يبدو أن هذا الحلم الإيراني في اليمن تحديدا سيفشل وستعود العاصمة الرابعة اليمنية إلى حضن الشرعية ولن يتحقق ما أرادت له إيران. نعم الأستاذ صالح الجبري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.